بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في كورس الـ Engineering Economy. الكود بتاع الكورس IE424. أولا أعرفكم بنفسي، السيد عبد الحميد أستاذ مساعد في قسم الهندسة الصناعية، وهيكون مشارك معايا المهندس عبد السلام الجرني محاضر في قسم الهندسة الصناعية أيضا. هذه المحاضرة بتتكلم عن الـ Introduction to Economy، بنتكلم عن مقدمة عن علم الاقتصاد عامة قبل ما نخش في الـ Specific Course بتاعنا اللي هو الـ Engineering Economy. فالهدف من هذه المحاضرة Definition and Basic Economy Problem Principle of Economy Varieties of Market Structure Supply and Demand البالانس شيت، ثم نختم المحاضرة بتاعتنا بـ Introduction to Engineering Economy. لو قلنا في البداية Definitions: The word economy comes from Greek words for one who manage households، بمعنى إن في عندي حقوق ملكية، حقوق الملكية ديت عاوزة إدارة، فبيجي واحد عنده الـ Principle بتاع الـ Economy بيدير هذه حقوق الملكية للأموال، سواء هذه الأموال تخصه أو تخص آخرين. وإحنا قلنا الـ management of society's resources is important because the resources are scarce. عملية الندرة هي اللي بتأدي إلى أن الواحد يفكر يدير هذه الندرة، اللي هي لو هيوج، لو رقم كبير جدا هيبقى مشكلة إدارتها بسيطة وسهلة. لكن علشان كلمة scarcity معناها ندرة، means that the society has limited resources، في عندي موارد محدودة، therefore cannot produce all goods، لا أستطيع أن أنا أطلع كل الاحتياجات والخدمات اللي محتاجها هذا المجتمع، وبالتالي يجب إدارته إدارة صحيحة. هذا يدينا إلى مشكلة، what is the problem economy؟ إيه هي المشكلة الاقتصادية اللي خلت العالم كله النهاردة يبقى عنده وزارة اقتصاد في كل دولة من الدول وبيحاولوا يديروا الـ resources اللي عنده. أنا عندي في resource وعندي في احتياجات. احتياجات المجتمع غير محدودة، بمعنى أن كل واحد بيتطلع إلى أكبر قدر ممكن من المنفعة، والموارد اللي عندي محدودة. يعني احنا النهاردة شفنا في كثير من الدول بتبدأ تعمل حاجة اسمها موازنة، وتقول لك إن في عجز في الموازنة. يعني احنا حديث الساعة النهاردة في عجز في الموازنة. ليه؟ لأن الموارد اللي عندي محدودة نتيجة مثلا انخفاض أسعار النفط والموارد الخاصة بالدولة. لكن المجتمع محتاج صحة وتعليم حتى على مستوى الفرد. انت في البيت عندك تمسك ورقة وقلم وتبدأ تحسب ليه؟ لأن المرتب بتاعك محدود، ولو بدأت تسأل أفراد أسرتك انت محتاج ايه؟ اللي هيقولك محتاج سيارة، واللي هيقولك محتاج رحلات، واللي محتاج، هتبص تلاقي احتياجاتك مثلا 10,000 ريال، لكن المورد بتاعك 3,000 ريال. طب ماذا تدير هذه المشكلة؟ يبقى في جاب ما بين الاحتياجات وما بين الريسورسز. هذه الجاب بيخش علم الاقتصاد علشان يدوب هذه الجاب، يقولك ايه مثلا الاحتياجات بتاعتك، ابدأ بالأهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية، أجل، واخد بالك؟ فهي دي المشكلة الاقتصادية اللي احنا بنتكلم فيها. شكرا، ونكمل ان شاء الله بعد ذلك.